بعد نحو 27 دقيقة من إقلاع الطائرة، طلب البطوطي من الحبش استلام القيادة عارضا عليه الخلود للراحة. غابت الطائرة عن الرادار وبدا ان كارثة وقعت بها، فعاد الحبشي الى القيادة محاولا انقاذ الموقف. سقطت طائرة بوينغ من طراز 767 دون معرفة السبب، لكن بعد سقوط الرحلات لذات الطراز في ظروف مثيلة، أكدت سلطات الطيران الفيدرالي الأمريكي وجود خلل في روافع ذيل هذا النوع من الطائرات، واضطرت بوينغ هذه المرة لأخذ الأمر على محمل الجد.